بسم الله. لو انا عايز اضيف ارضيه في برنامج الشيفر تكت، اجي هنا عند السلاب وممكن اضيف ارضيه واحده للمبنى كله، او ممكن يكون عندي الارضيات مختلفه في كل غرفه فاضيف كل غرفه لوحديها. هاجي ادوس على اول نقطه واسحب لحد اخر نقطه انا عايزها، او ممكن اسحب لحد هنا، او ممكن انا اكون عايز اعملها داخليه مش عايز عند الحوائط زي ما انا عايز، اروح رسمها بالشكل دوت. عندي كذا نوع، لو جيت هنا الاقي دي سلاب عادية، سلاب ويز فوتنج، هيحط لي فوتنج من جميع النواحي، سلاب هول، سلاب هول ويز فوتنج.